القاعدة الثانية أن الطعن في أهل السنة طعن في السنة التي يحملونها، وأن من طعن في أهل السنة فهو مبتدع ضال. من طعن في أهل السنة قاصدا متعمدا فهو مبتدع ضال. وهذه القاعدة معلومة عندنا ومقررة، ولكن تطبيقها يقع فيه الخلل عند كثير من الشباب. فكم من شاب نجده يسمع من يطعن في بعض العلماء السلفيين من أمثال الشيخ أحمد النجمي أو الشيخ محمد أمان الجامي أو الشيخ زيد المدخلي أو الشيخ ربيع المدخلي، في بعض العلماء السلفيين يسمع الطعن ولا يحرك ساكنا، وقد يكون الطعن مبطنا غير ظاهر، واضح؟ فلا يحرك ساكنا، بل قد يردد هذه الطعونات مع أنه يعلم أن الطعن في علماء السنة طعن في السنة، وأن من طعن في أهل السنة متعمدا قاصدا فهو مبتدع. طيب، هل هذا لما قال أهل العلم أن الطعن في بعض أهل السنة أو في من حمل السنة ودافع عنها الطعن فيه طعن في السنة وابتداع، هل هذا تعصب؟ الجواب لا، لأننا مثلا الشيخ ربيع المدخلي لما نتكلم أو نطعن في من يطعن فيه، هل طعننا في الشيخ ربيع، هل يعني طعننا في من طعن في الشيخ ربيع المدخلي لأجل عيون الشيخ ربيع المدخلي، أو لأجل نسب الشيخ ربيع المدخلي، أو لأجل مصلحة مالية؟ وإلا الشيخ ربيع المدخلي كما هو معلوم رجل حمل السنة ودافع عنها ورد على أهل البدعة ووقف في حلوقهم شجن، جزاه الله خيرا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فمن الواجب علينا له أن ندافع عنه وأن نحبه وأن نذب عنه لذبه وحبه ودفاعه عن السنة. فموطن الطعن في من طعن في أمثال هؤلاء العلماء السلفيين هو هذا، لا التعصب لشخصه. وإلا فأنتم تعلمون أن الحلبي، نأخذ مثال الحلبي، كان الشباب يعظمونه السلفيون ويحترمونه، فلما وقع في الضلالات وفي البدع وفي أوحالهما السلفيون الصادقون تركوه ونابذوه وردوا عليه وبينوا ضلالاته. طيب، لما أحبوه موقف ولما أبغضوه موقف، ما السبب؟ الحب في الله والبغض في الله، وهذه قاعدة في الهجر. بعض الناس يقول الولاء والبراء لا دخل له في الهجر، وهذا جهل وضلال. فإن الهجر للمبتدع سببه الحب لله والبغض في الله، فأنت تبغضه لله عز وجل، كما أننا نحب السلفيين والمشايخ السلفيين لله لا لذواتهم، واضح؟ فينبغي أن يتنبه لهذا. من الطعونات مثلا في الشيخ ربيع وغيره من المشايخ السلفيين رميهم بالتشدد، أو رميهم بعدم التعقل، أو رميهم أنهم جراحون ودكتاتوريون، أو رميهم بأنهم مثلا أهل إقصاء، أو مثلا عندهم شدة، أو عندهم شدة. فمثل هذه الطعونات طعن في أهل السنة. فنحن وأنتم تعلمون أن بعض الناس في المدينة وفي غيرها يصف الشيخ ربيع بأنه متشدد وغير متعقل، ويصف بعض المشايخ بأنهم متعقلون. وهذه قاعدة حق أريد بها باطل، فإن العلماء قسموا من تكلم في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام: متساهلون، متوسطون، متشددون. خلاص؟ طيب، ما هو الضابط في المتوسطين؟ هو أن يكون سبب الجرح والتعديل معتبر شرعا،
وأن يكون بحق وبدليل وبإقامة البرهان على ذلك وبذكر العلة، وأن يكون التعديل والجرح مثلهما معتبر. أما التساهل فهو أن يوثق المجهولين أو المجروحين أو نحو ذلك، هذا تساهل وتمييع للحق. وأما التشدد هو أن يجرح بغير سبب جارح مثله، هو أن يجرح بغير سبب جارح مثله، هذا هو التشدد. جزاك الله خير. طيب نجي نطبق على المشايخ السلفيين المعروفين، وعندنا أبرز واحد في هذا يتكلم فيه ويطعن فيه ومقصود بالطعن، الشيخ ربيع معروف، الحلبي، المأربي، عرعور، المغراوي، الرحيلي، فلان، كلهم يدورون يبغوا يجوا على الشيخ ربيع ويطعنوا فيه ويبغوا يسقطونه، تبعا لجمعية إحياء التراث وغيرها. خلاص طيب نجي نشوف الشيخ ربيع، وهذا إجابة على سؤال ورد، هل يوصف الشيخ ربيع بالتشدد؟ فأقول نجي ننظر للشيخ ربيع. أولا الشيخ ربيع لما يأتي يجرح أحد يجرحه بذكر السبب، فأنت يا مغراوي ويا مأربي ويا عرعور جرحك الشيخ ربيع بكلامك وصوتك وكتاباتك، وذكر قلت كذا وفعلت كذا وأمرك كذا إلى آخره. فهل جاء قال المأربي مجروح ليش الشيخ ربيع قال رأيته يحك رأسه؟ لا، بيّن لك الحجة. المأربي يقول بأن الإخوان المسلمين ويعني الفرق الضالة تدخل في أهل السنة، وأن مصطلح السلفية أفيح واسع ودخل في ديمقراطية ودخل في أمور كثيرة من الضلالات كما هو معروف، ويصف علماء السنة بأنهم يعني قواطي وعلب يعني طماطم وأشياء مثل هذا. هذا الحزبيون ما وصفوا أهل السنة بهذا، هذا المأربي يصف بهذا، يصف أهل السنة بهذا. فجاء الشيخ ربيع بالحجة والبرهان وبيّن، إذن كلامه عليه دليل. ثانيا ما موقف علماء السنة من ردود الشيخ ربيع؟ أثنوا عليه وقالوا هو رجل مجاهد ولا يجرح أحد إلا مبينا للسبب ويتثبت في جرحه، ولا يجرح إلا بعد أن يظهر له الحق ويناصح قبل الرد والجرح، وهو رجل علم في الجرح والتعديل كما وصفه الألباني. إذن هذا الثاني. الثالث، هل من جرحهم الشيخ ربيع تفرد بجرحهم أم وافقه عليه العلماء؟ ائتيني برجل جرحه الشيخ ربيع وما وافقه عليه أحد، ما تجد. إذن الشيخ ربيع لم يتفرد بالجرح، واضح؟ طيب، بل من خالف الشيخ من العلماء حينا من الزمن بعد فترة يرجع إلى قوله، وأظهر على ذلك أظهر شيء على ذلك الألباني، فإنه في بعض من طعن فيهم الشيخ ربيع قال يبدو أن علماء المدينة، يقصد الشيخ ربيع محمد بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان الجامي، ويدخل فيهم الشيخ النجمي والشيخ زيد لأنهم هم الذين كانوا متصدرين في الردود على أهل الباطل، يبدو أن أهل المدينة معهم حق في من ردوا عليهم، مع أنه كان في البداية يرى أنه كان هناك نوع من التشدد. وهذا الألباني يقال فيه ما مر معنا من قاعدة بالأمس، وهي أن علماء السنة إذا دافعوا عن أهل البدعة فمحمله أنهم لم يطلعوا على حالهم، فإن اطلعوا على حالهم بيّنوا. فوافق الشيخ الألباني الشيخ ربيع فيما بيّن، واضح؟ رابعا، هذا الآن كم أمر نحن بيّنناه؟ ثلاثة. رابعا، كم عدد الذين جرحهم الشيخ ربيع؟ 5، 10، 20؟ أنا ما أظن يتجاوزون 20، ما أظن. طيب انظروا لعلماء السلف، بالمئات بل بالآلاف جرحوا،
فتأتي للشيخ ربيع الذي لم يتكلم إلا في أشخاص معدودين في مدة من الزمان. الآن نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره في طاعته، وأن يبارك فيه، وأن يرزقه الصحة والعافية، ويجعله شجا في حلوق أهل البدع. جاوز 80 حفظه الله تعالى، في 80 سنة ما جرح إلا ما يقارب 20 نفر، قل 100 نفر، قل 100 نفر، هل جرح ناس كثير؟ ما جرح ناس كثير، واضح؟ أيضا من أصاب فيهم الحق بجرحه، فإننا لا نعلم أن الشيخ حفظه الله تعالى بدع رجل أو رد عليه، ولا نعلم أنه يعني أن منهم من هو كان الشيخ في رده عليه مخطئا، ما نعلم هذا. ولو وقع فإنه معلوم من حال الشيخ أنه يعتذر ويرجع، ولو وقع. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى معروف برجوعه إلى الحق. فالمقصود من هذا الانتباه لمثل هذا، الانتباه. طيب لماذا يقولون الشيخ ربيع متشدد؟ حتى إذا بين حالهم وتكلم فيهم يقول أتباعه وطلابه هذا من التشدد، والله شيخنا فلان رجل طيب، لكن الشيخ ربيع سلفي لكنه تشدد. يا أخي اتق الله، الشيخ متوسط من المعتدلين المتوسطين، واضح؟ طيب، فإذا ينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر.